يا مساء الخير ومساء السعادة ومساء الانطلاقة ومساء دائما الشباب الملهم اللي دائما يجمع ما بين الشغف وما بين الأجواء الجميلة والرسالة السامية. فعلا الموجودة أنا في كورنيش الدمام تحديدا واللي مع جروب من البايكات المتواجدين معنا، ما همهم على قولتهم الماركة زي ما همهم وهدفهم الرسالة السامية. خلني أخذكم في هذه الجولة وخلني أبدأ مع كابتن هشام خان اللي راح يكلمنا أكثر عن سياسة الرود في يسعد مساك بداية. يا مرحبا، الله يحييك. خلني أتكلم عن دورك هشام بداية. طبعا أنا كدوري رود كابتن يعني في البداية أعمل جدول يكون يعني محددين فيه نقطة التجمع ووقت الانطلاق ووقت التجمع، يعني أول شيء وقت التجمع بعدين وقت الانطلاق. طبعا أيضا أسجل فيها التقيد بوسائل السلامة، يعني مثلا زي الخوذة هذه مثلا لازم يكون كل لابسها، مثلا عندك جلافز زي كذا، يعني ما تتساهلوا ابدا وتتهاونوا في هذا الموضوع، اذا احد ما عنده ما يمشي معه، خصوصا في الخوذه هذه ما نتساهل فيها نهائيا. يعني اي واحد يجينا بدون خوذه ما يطلع معنا خلاص، يعني ما فيها يعني واحد اثنين ثلاثه. يعني عمليه الترتيب والتنسيق تاخذ منك كم؟ والله هو يعني احنا نرتبها قبلها بيومين او ثلاثه ايام. يعني طبعا بعد ما نجتمع كلنا يعني اللي راح يعني يطلعون معي في الرحله هذه، يعني في قبل الرحله يعني بربع ساعه كذا اعطيهم مثلا انظمه والقوانين او الارشادات من ناحيه السلامه والسيفتي طبعا، ونشيك عليهم اذا كان عندهم خوذه ما عندهم خوذه والامور هذه. طبعا هم يعني 99% الكل متقيد بهذا الشيء. طبعا عندنا طبعا احنا عندنا اشارات معترف فيها دوليا ومحليا، يعني ما الكل يعني لو تسالين اي واحد فيهم الموجودين هذولي يعرف معنى الاشارات اللي احنا نتكلم فيها. طبعا باليد الاشارات. لكن انا دائما يقول انه القائد كابتن الرود لازم يكون هو في المقدمه، واحد في النص وواحد في الاخير، فخلني اعرف السياسه. طبعا الرود كابتن هو مهمته انه ياخذهم من نقطه الانطلاق الى النقطه النهائيه طبعا بشكل امن بشكل سالم. دائما انا احرص ان اكون نوصل بسلام ونرجع بسلام. والتيم اللي معاي طبعا احنا نكون متفاهمين مع بعض. طبعا انا دائما اللي انا اختارهم على اساس انهم يعرفون من يعني من 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 اشاراتي من حركاتي. طبعا اغلب الوقت يكون يعني الرود من يعني غير الرود كابتن من 2 إلى 3 يعني يكونوا معي. يعني يعطيك العافيه. خلني اكمل بعد لانه عندي بعد ماجد قدوره واللي حيتكلم. بس وينه كابتن ماجد؟ كابتن ماجد تفضل معايا، حيتكلم أكثر عن آلية سواء كان القيادة فيما يخص البايكات وأيضا المبادرات المجتمعية. يسعد مساك بداية. حياك الله، الله يمسيكم بالخير، يا هلا وسهلا. قاعدة خلينا نتكلم عن مبادراتكم وانطلاقاتكم وأفكاركم وأهدافكم. انطلاقاتنا سواء كان داخل المنطقة أو خارج المنطقة، مثل الأسبوعين الماضيات كانت في قطر، كان في الإمارات، بكرة بإذن الله تعالى إلى الكويت متجهين، ثم بعد ذلك هذه أتكلم عن المشاركات الخارجية. أما المشاركات الداخلية في أي حفل يكون موجود إحنا نكون مشاركين فيه، أتكلم باسم المجموعة الله يعطيهم العافية موجودين فيه. ولنا هواية، في كل فريق له هواية يطلع مخصص يوم له يطلع فيه هو كترويح عن النفس. يعني اليوم إيش برنامجكم؟ اجتمعتوا الحين في هذه النقطة، إيش برنامجكم؟ إيش اتفقتوا عليه؟ الآن بعد ما يخلصوا الشباب يجتمعون، في شباب أيضا في منطقة معينة يجتمعوا فيها، يأخذوا جولة على مثلا شواطئ الهفمون إلى العزية، وبعدين ثم يجلسون مكان يشربون شاي يسولفون أو يروحون إلى مقهى. هذا الآن الداخلي بالطريقة هذه مع الالتزام بأمور السلامة أهم شيء. يعطيك العافية. خلني أكمل بس مع الكابتن برضو محمد الحمود اللي حيتكلم. يسعد مساك بداية. الله يمسيك بالخير والعافية. خلني أتكلم عن تعديل البايكات، أنا قاعد أشوف كل واحدة لها شكل وديزاين، إيش سر اهتمامك بهذا التعديل؟ هذا يسلمك الله. طبعا في البداية هي هواية، ودائما الواحد بهوايته يحب يترك بصمته، وإحنا يعني امتلاكنا للبايكات أو اقتنائنا للبايكات نحب نترك فيها بصمتنا وتعديلنا. ومثل ما تشوفين يعني الدراجة هذه ما كانت بالأساس كذا أصلاً. فكرة التعديل هنا؟ التعديل طبعاً على هذه الدراجة نبدأ بالبينت جاب اللي عليها، الستربات اللي على البادي واللون الكاندي طبعاً. في خليني أبدأ لك مثلاً من البداية هنا، الجنط الأمامي متغير عليها هايدروليك أمامي وخلفي، بحيث ان في وقت الشو نعطيها شكل حلو وقفة جميلة، وبالممشى غير عليها فول كروم من 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 بداية البايك الى الجهة الخلفية، عليها ساوند سيستم
كم ياخذ منك هذا التعديل؟ والله على حسب التعديل، يعني في تعديل يمكن نخلصه باسبوع، وفي تعديل ممكن ياخذ شهر او شهرين، وعلى حسب الشركات والمصانع اللي نتعامل معاها في تصنيع قطع التعديل. الله يعطيك العافيه، شكرا. اذا احنا عارفين انه هذه الصور هذه كلها تحتاج المصور محترف وايضا يعني نظره ثاقبه ومميزه. تفضل معايا عبد الله الشريم، وهو مصور للبايكات ودائما موجود معهم في كل فعالياتهم. خلينا نتكلم عن شغفك والكاميرا والبايكات معك. اولا انا عبد الله الشريم، عضو من اعضاء نادي ملاك هارلي ديفيدسون ظهران، وهو نادي مكون من مجموعة تطوعية أهدافها اللي هو تنسيق الفعاليات والمهرجانات والحضور المحلي والدولي. فاللجنة التطوعية هذه مكونة من أعضاء، أنا واحد منهم اللي أنا المصور، هو شغف ونمى وهي هواية يعني مارستها وحبيتها أكثر بحبي وشغفي للدبابات. طبعا هل التصوير فيه خطر مخاطرة، خاصة أن الدباب مش من جنبك، قاعد أشوفك تنزل تصور وتطلع شوي وتتشقلب يعني على الهواء؟ والله فيها نوع من المخاطرة نوعا ما، بس يعني أنت تدرس المكان، تعرف الزوايا حقتك، تعرف من وين تبدأ، تعرف من وين تأخذ اللقطة، ف يعني الأمان شيء حلو الصراحة. وش أكثر صورة قريبة لنفسك وحبيتها؟ أكثر صورة قريبة لنفسي اليوم الصباح التقط صورة حق ولدي فهد بمناسبة يوم التأسيس، إذا أقدر أشاركها معكم. لكن خلني أتكلم عن البايكات، صورة تخص البايكات. صورة تخص البايكات والله كثير، يعني كثير كثير، كل صورة يعني تجسد مثلا لحظة، تجسد موقف، شيء ما تقدرين تكررينه مرة ثانية. صورت في مسابقات أو في محافل في الخليج أو في؟ طبعا طبعا صورنا في كل مكان، يعني آخر إيفنت كان في القطر بطابط بايك شو 23، فصورنا بايكات ما شاء الله أخذت مراكز أولى في المهرجان، منهم شباب سعوديين يعني. يعني يعطيك العافية، شكرا. شكرا، العفو. إذا بكذا انتهت تغطيتي، أنا مستمتعة جدا، المصور قاعد ياخذ جولة في المكان، وفعلا يعني المكان على قولهم يعني يجذب، سواء كان الراحة والأمان بالإضافة إلى الشغف وحب وهواية الشباب لهذه الهواية أو ممارسة الشباب لهذه الهواية اللي فيها مخاطر، لكن إذا أخذوا الاحترازات وسبل السلامة أكيد في النهاية إن شاء الله ربنا يحفظهم يستمتعوا في رحلتهم ويرجعوا.